طيب نطلع من رمضان الشهر الكريم، نرجع بقى للزمن الجميل في عام 2000. وانت منتظره نتيجه النطق بانك تكوني ملكه جمال مصر عام 2000. الله، ده انت هتفكرني بايام حلوه. لازم نرجع الايام الحلوه دي. ده انت هتفكرني بالايام الحلوه. اتفضل. كانت طبعا تجربه حلوه قوي يا شيف. حلو. وكانت من اجمل التجارب اللي مريت بيها في حياتي، تجربه كونت فيا حاجات كتير وتجربه علمتني كتير. كنت صغيره، كان عندي 19 سنه. وكنت يعني الحمد لله قادره امثل بلدي على جميع المستويات. حلو. يعني انت عارف مسابقه ملكات جمال الكون دي بيكون فيها كل بلاد العالم. مزبوط. احنا كنا حوالي 80 بنت. حلو. انا كنت طبعا بيبقى صعب شويه ان بنت عربيه مسلمة تكسب، يعني ما بتوصلش للأسف. لأسباب خارجة عننا كلنا. ومجهود مش مجهود، احنا نقدر. حل. بس يعني انا مش عارفة ليه بيعملوا كده. بس الحمد لله قدرت اني اعمل سكور عالي جدا جدا لبلدي. حل. من 80 بنت، وكانت تجربة رائعة. رجعت بقى منها كانت بقى وش الخير بقى. بعد كده الشغل بقى ابتديت بقى اشتغل مذيعه، تعرضت عليا عروض كتير. تمثيل، غنى، تقديم. كان بالنسبه لي تعرفي تغني؟ هم كانوا شايفين ان انا صوتي فيه حاجات. لا بس انت في الحياه حضرتك تعرفي تغني؟ عندك هوايه الغناء؟ مش قوي. لا مش بحب اسمع كتير. اتعرض عليا زمان من دكتور شريف صبري ان كان عايز يعمل بيا اغنيه او باند. وانا الحقيقه رفضت. اتعرض عليا مثلا من المخرج العالمي يوسف شاهين فيلم برضو. بس ما كنتش قد التجربه لسه، كنت صغيره. حلو. وكنت بخاف. وكان بالنسبه لي انسب تجربه هي اني اكون مذيعه ومقدمه برامج. وبعدين لما كبرت شويه لقيتي نفسك في الحته دي. لقيت نفسي بقى اتعرض عليا حاجات في قصه التمثيل. اخدت ورك شوب واشتغلت على نفسي وتعلمت لحد ما بقيت مذيعه وممثله. طب كويس قوي. انا استاذن حضراتكم نشوف مقادير الكنافه بالتمر. هنعمل قوالب الكنافه بالتمر يا استاذ. انت بتحط عليها ايه بقى؟ سكر؟ طيب حاضر زي الفل. ده التمر، بتشيل النوى منه كده. شفت ازاي اهوت. حلو، متفصص حلو زي الفل. لازم خلي بالك. جميل. الا تطلع لك نوايا هنا يا استاذه رانيا تبقى كارثه بقى في البق. لا الكارثه اكتر بقى تيجي ديت من حظ حماتك وانت عازماها على الفطار. يا او حظ حد من ضيوفك. مقصوده غير مقصوده. شوفي محامي يدافع عنك. يا يعني. شويه ميه زهر. ماشي. على التمر. وشويه ميه زهر على الكنافه. ميه زهر. ميه زهر. دي حاجة لطيفة كده. شوف أنا بقى معلوماتي في الحلويات ضعيفة جدا. يعني آكل الحلو قوي. بس ما أعرفش أعمله. لا يعني برضو المطبخ مش لازم تعرف تعملي حلويات. يكفي إنك أنت بتعمليها. واللي بنى مصر في الأصل حلواني. وخاصة مع الكنافة الجميلة الحلوة. جميلة طبعا. لازم تفلفليها بالسمنة. رمضان ما يبقاش رمضان من غير الكنافة. هي الكنافة دي اللي استقبلناها طبعا. هي الحكاية. تيجي طبعا ضيافة المصريين أيام زمان. شفت ازاي اهيت؟ على رايك دلعوها وغرقوها وشكلطوها وشكلطوها ومنجنوها وعملوا فيها كل حاجه. بس احلى كنافه الكنافه بتاعتنا الحلوه. اللي احنا بنحبها بالكريمه. احلى كنافه تاكليها ساده مش بالكريمه. مش بالكريمه. والشربات بتاعها يكون عصير ليمون وسكر. انا بحب الكنافه بالكريمه قوي. وشربات على البارد تعملها حلوه قوي. بمناسبه الكنافه معلش يا استاذ رانيا تطرقت للموضوع. بجد انا شايف بهدله للكنافه. الكنافه اتبهدلت. جربوا تاكلوا الكنافه الساده المتحمره بسمنه بلدي. في صينيه وفي الاخر تسقيها الشربات. الشربات عباره عن عصير ليمون وسكر شربات وما يغليش على النار اللي هو الليموناتا. ويشربوا الكنافه وهي سخنه. لطيف جدا حبيبي يا شفيق. انت بتحطها على الوش. شوف التمر اهوت في الكنافه. وهتحط عليها رق كنافه تاني. وهحط عليها طبقه كنافه تانيه. حلو. والسمبوسه في ايد الاستاذه رانيا السيد بتتكلم مصري مشويه. بتتكلم الحشوه فيها لحمه مفرومه. أيوه. عليها شويه صنوبر مش هتلقى. عليها شويه لوز عشان تبقى مزاجها لوز مش هتلقى. من غير مكسرات برده مش هتلقى. عليها شويه حب زي الاستاذه رانيا كده لازم تحب المطبخ. استاذه رانيا انت قلت لي بتخش المطبخ وانت متضايقه. طلعي غلك اوقات وفرصتك. لا مش طول الوقت. مش طول الوقت. مش طول الوقت. بس كتير لما ابقى زهقانه وبفكر كتير. اقرر ادخل افتح الفريزر واطلع الحاجات واقعد اعيش بقى واطلع كل اللي في بالي في الاكل. حلو. وبيطلع الاكل حلو قوي. وكتير طبعا لما ببقى رايقه او بيبقى لازم اعمل اكل زي في رمضان وفي الفطار وفي الغداء والكلام ده مضطر تخش المطبخ يعني احيانا. بس انا بدخل المطبخ وبطبخ يعني بنفسي. بتلسع كتير قوي قوي للاسف بسبب الموضوع ده. عندي حوادث كتير. والله لحد ما اتعلمت بقى حبه حبه. لاني زي ما قلت لك انا حبيت المطبخ على كبر. يعني مش طول عمري البنت اللي بتحب تطبخ ومش طول عمري البنت اللي بتحب تعمل اكل ولا كنت بس بعرف. المطبخ هو في الاخر مصير
كل ست دي تطلع منه حاجه حلوه. هو هوايه وحب ومذاق ومزاج خاص جدا، وكل واحد ليه ذوقه في الاكل. انا بعتبره هو محطه الرسائل اللي تقدر توصلي بيها رساله لكل محبينك وكل اهلك. بس الولاد بقى بيتعبونا يعني في ولادك اسرتك اللي عايز بقى كذا واللي مش عايز كذا واللي ما بيحبش كذا واللي ما بيحبش كذا. طبيعي. صعب بقى ترضي كل الاطراف، بس بحاول اعمل اصناف مختلفه عشان كل واحد يلاقي الحاجه اللي ده اللي انا بقوله يحبها. وقلته من بدايه الشهر الكريم في الذات، لما نيجي نعمل السفره بتاعتنا تكون متنوعه بكميات قليله. كل ايه رايك حطيت لك السمبوسه شوفي في الطبق بتضحك. شفت الكنافه دي كمان اهيت، لازم نضغط عليها جامد كده وتكون كلها سوا بعضيها وتخش في درجه حراره فرن. تحط طبقه كنافه وتحط في النص التمر او البلح وتحط عليها طبقه تانية. وبعدين ممكن تحط على فكره نوع فواكه انت حباه، يعني ممكن تحط تفاح مش عايزاه بالتمر، اقبلها بالتفاح، اقبلها بالموز، بالفواكه. دي احلى حاجه في المطبخ بقى، ان كل واحد بيعمل على حسب ذوقه وعلى حسب مزاجه. كده ورقه السلام شاهدين. اشرحي لي اتعملت ازاي دي. عملنا ايه؟ عملنا بعد ما عملنا الكنافه حطينا طبقه كنافه، وبعد طبقه الكنافه حطينا عليها. اشرحي للساده المشاهدين. اشرحي للساده المشاهدين. حطينا طبقه كنافه، وبعد طبقه الكنافه حطينا عليها البلح اللي احنا مفصصينه كويس جدا جدا، وبعد كده حطينا طبقه كنافه ثانيه وضغطناها كويس عشان تبقى مضغوطه حلو كاننا بنعمل كب كيك. طب ليه ما نتكلمش كانها خبر يعني؟ يحكي ان انت شاطره جدا في المكرونه بتاعتك. عايزك اشرحي لي. لا مش انا عارف، احكي لنا ازاي انت تقدري تعمليها باللغه العربيه يعني. باللغه العربيه؟ لا انا ما بتكلمش لغه انا ما بتكلمش لغه عربيه فصحى فيحكى انا بتكلم بلغتنا العربيه المصريه. زي ما بكلمك كده بالظبط. ازاي احنا عملنا الكنافه دي؟ بما ان الكنافه هي طبق بتاعنا في رمضان. عملناها ازاي؟ سقينا الكنافه سكر، وسقيناها ميه زهر. حلو. وسقيناها عسل. صح. حلو. وبعدين دوبناها كلها مع بعض وحطيناها وخلطناهم كلهم سوا. حلو. وبعدين بعد ما اتفرشت الكنافه حلو وسبناها شويه في ميه الزهر والسكر والعسل، تشرب الشربات بتاعها براحتها. عملنا ايه؟ جبنا الصينيه اللي هي شبه الصينيه اللي انتوا شفتوها دي، وحطينا طبقه كنافه، وبعدين كنا مفصصين البلح، حطينا طبقه بلح، وبعد طبقه البلح حطينا طبقه كنافه تانية، وبعدين ضغطنا عليهم جامد جامد جامد. وبعدين شيف مغازي جاب لي العسل. اسقي ولا مش دلوقتي؟ لا لما تستوي دلوقتي بقى. لما تطلع من الفرن. لما تستوي بقى نستنى بقى نشربها كل الشربات الحلوه.